هذه رسالة أقولها لكم ليس فيها سر. ولذلك أنا أعتقد أنه الآن ما دام هنالك محطة، ما دام هنالك حوار، ما دام هنالك أذن صاغية في كل الأطراف، من يحملون السلاح، من لا يحملون السلاح، من هم كانوا في المعارضة، من هم كانوا ضد الحوار، أنا أعتقد أن هنالك أذن صاغية لكل السودانيين، وهذا فضل من الله كبير. وكانت وفود عربية وأجنبية شاركت البلاد